نبدا الحين باصوات العود، راح تسمعون. العود المصري الثاني، طبعا بننتقل الى الصفحة الثانية اللي فيها القانون. طبعا فيه صوت جميل، قانون جديد لايف. وهذا نوع ثاني من القانون. طبعا ننتقل الى العود اللي هو مسواي بطريقة السامبلر. في عندكم الاوتار، هذا ووتر جي اس. هذا صوت ثاني من الاوتار. عندكم الجيتارات الإلكتريك، جيتارات جميلة جدا الصراحة. لايت. ننتقل الى الكومبوز. السانتور. التركيش جيتار جميل جدا. التركيش جيتار الثاني. طبعا لو تلاحظون تختلف الافكتات، ونفس الصوت بس الافكتات اللي تختلف. بكذي احنا سمعنا اصوات العود والقانون والوتريات، وننتقل الى اصوات مجموعة ثانية.